اسمحوا لنا كمان ينضم لنا كمان ماجنوس هيدمان، واحد من الحراس المرمى اللي لعبوا الحقيقه لسلتك الاسكتلندي، لعبوا لتشيلسي الانجليزي، وكان طبعا حارس مرمى دولي في منتخب السويد. هينضم لنا من خلال تقنيه الفيديو كونفرنس نتكلم معاه. الحقيقه يمكن يوم كان سيء جدا بالنسبه له، سواء سلتك الحقيقه خسر من ريال مدريد او تشيلسي في مفاجاه من العيار الثقيل الحقيقه خسر برضه، وتوابع هذه الخساره واقاله توماس توخيل والبحث عن مدير فني جديد، كل ده طبعا هنطرحه عليه ونسمع رايه فيه ونتكلم معاه كمان على ماتش النهارده. بس بدايه طبعا نشكره على مشاركته معنا في السادسة وظهوره معنا على شاشة الأهلي. شكرا، شكرا جزيلا لكم. من اللطيف أن أتواجد معكم، شكرا. يعني يمكن البداية من امبارح الحقيقة يوم بالنسبة لك أعتقد يعني ما كانش أحسن حاجة ممكنة، خسارة سلتك من ريال مدريد، وإن كانت إلى حد كبير ممكن تبقى متوقعة لأنه ريال مدريد يبقى ريال مدريد وهو أيضا حامل لقب البطولة، لكن يمكن كانت المفاجأة في خسارة تشيلسي وتبعات ده بإقالة أو قرار الإدارة بإقالة توماس توخيل. إزاي شفت الماتشين وإزاي شفت وتابعت نتائجهم؟ حسنا، عندما شاهدت مباراة سلتيك وريال مدريد في الشوط الأول اعتقدت أن سلتيك لعب جيدا وأحرج ريال مدريد في بداية المباراة، ولكن في النصف الثاني ريال مدريد أظهر مستوى حقيقيا للبطل أوروبا سلتيك، ورغم ذلك هو معظم المشجعين الأسكتلنديين يساندوه، ولكن النتيجة كانت مفاجئة لهم. بالنسبة لتشيلسي كان الأمر هو استكمالا للصدمات التي يتلقاها من أول الموسم. الأمر مفاجئ بالأمس ولكن كان محتمل الحدوث. النتيجة كانت مفاجئة، أن تفقد بعدها المدير الفني، هذه كانت صدمة كبيرة لتشيلسي. من وجهة نظرك هل بتتفق أو تختلف مع فكرة أن يتحمل توماس توخيل المدير الفني وحده المسؤولية، ولا بترى أنه في أسباب يعني مختلفة أو أسباب أخرى مرتبطة بتراجع المستوى وتراجع النتائج، مش بس عشان خسارة امبارح من دينامو زغرب، لكن كمان حتى ده شفناه وتابعناه في انطلاقة بطولة البريمير ليج؟ أعتقد أن اللاعبين أيضا مسؤولين عما حدث وليس فقط المدير الفني. حينما يبدل النادي المدير الفني وعندما ترى أن اللاعبين ليسوا ملتزمين 100% ولا يعطون كل ما لديهم في طاعة المدير الفني وإدارة النادي، أعتقد أني لا أرى ذلك، أني لا أرى المسؤولية تقع على المدرب فقط. يوجد أسباب أخرى خفية لا نعرف عنها، ولكن أعتقد أن هذا كان قرارا صعبا لتقيل المدرب، ولكن أيضا مانشستر تشيلسي أراد أن يحقق طموحا خاصا كمانشستر سيتي هذا الموسم، ولكن هذا التغيير حدث بالفعل، ولذلك سيكون عليك إحضار مدير فني وتأقلم اللاعبين معه يجب أن يكون سريعا. طب السؤال النهاردة على تفضل أستاذ خالد. طيب في البداية برحب بنجم كبير طبعا ماجنوس هيدمان، برحب به في قناة النادي الأهلي في ضيافتك. سؤال بخصوص منتخب السويد تحديدا، زلاتان إبراهيموفيتش مش بنفس المعدلات السابقة في التهديف، حتى مع اس ميلان إصاباته بتكتر، والوجه الأبرز دلوقتي هو ألكسندر إيزاك. هل إيزاك قادر على أن هو يتحول إلى الوجه الأول أو السوبر ستار لمنتخب السويد كما كان متوقع لي منذ طلوعه أو منذ ظهوره؟ كان متوقع لي أن هو هيكون خليفة إبراهيموفيتش، هل هو قادر على أن هو يكون فعلا خليفة إبراهيموفيتش؟ شكرا جزيلا في البداية على ترحيب بي. لا أعتقد أن إبراهيموفيتش هو فريد من نوعه، أعتقد أنه لا يوجد أحد يشبه إبراهيموفيتش في السويد. أنا أحب إبراهيموفيتش منذ زمن، وأعتقد أن الوضع بالنسبة لأيزاك مميز، ولكن
ولكن لا تسيء فهمي، آيزاك لا زال صغيرا، لا يمكن تشبيهه بزلاتان، لا الأمر صعب، لا أتوقع ذلك. أعتقد أن أتوقع مستويات عالية لآيزاك، ولكن الأمر صعب أن تقارن بينه وبين إبراهيموفيتش، لا أعتقد ذلك. لا، بمناسبة الكلام عن آيزاك، يعني كان في بعض تقارير اتكلمت على اهتمام عدد كبير من الأندية بانتدابه أو بشرائه وانتقال لصفوفهم، وأندية كبيرة على المستوى الأوروبي مش بس في البريمير ليج، لكن انتقل في النهاية أو صفقة انتقاله في النهاية راحت لنيوكاسل يونايتد. هل شايف أن دي بداية أفضل بالنسبة له من أنه يبدأ مع نادي كبير؟ وإزاي شايف دوره كمان مع المنتخب السويدي في الفترة اللي جاية؟ أعتقد أنها بداية جيدة لآيزاك في أوروبا. الأمر ليس مرجحاً الآن أن تبدأ مع نادي كبير جداً في أوروبا. لا، لديك الوقت لتتأقلم. إذا تعرف، إذا ذهبت مباشرة لريال مدريد في خضم هذه المسابقة القوية سيكون الأمر صعباً، ولكن أعتقد أن هذا أمراً جيداً أن تنافس مع نادي كنيوكاسل. هو يجب عليه أن يتأقلم مع المناخ هناك ويلقى الدعم بالفعل لينجح. أعتقد أن نيوكاسل يمكن أن يكون بداية جيدة لآيزاك. وبالنسبة لمستقبله مع المنتخب السويدي، آيزاك يؤدي مباريات جميلة، مستويات كبيرة، أحرز أهدافا جميلة. هو لديه بصمات رائعة على ملعب المباراة، وأعتقد سيكون نجما كبيرا في تاريخ السويد لسنوات كثيرة، هذا ما أعتقد. وأعتقد أن بالنسبة للسويد، أعتقد أن السويد بلدة صغيرة على مستوى كرة القدم، فبالتالي نحن لا نتأهل لكأس العالم كل مرة، لا ننافس على بطولة أمم أوروبا كل مرة. لذلك نريد أن نرى لاعبا كآيزاك، لاعب سويدي يتواجد في البطولات الكبيرة. ولكني أعتقد أن آيزاك سيكون له مستقبل كبير في كرة القدم. أستاذ محسن، تحب تسأله؟ كابتن إدمان، طبعا برحب بحضرتك. أولا هرجعك معلش بقى بعيد عن منتخب السويد لتشيلسي. تشيلسي شفناه من السنة اللي قبل فاتت كان بطل دوري أبطال أوروبا، السنة اللي فاتت ثالث البريمير ليج، خسر كأس الاتحاد وكأس الرابطة في المباراة النهائية. السنة دي ليه المستوى نازل يعني بشكل كبير جدا، بدليل ان حضرتك يعني من شوية حضرتك قلت ان هو مش السبب مش توخيل فقط. ايه الاسباب اللي خدت تشيلسي السنة دي متراجع بشكل كبير، حتى وان كان يعني لسه في بداية الموسم، لكن الاداء حتى لما بيفوز ما بيبقاش عن قناعة، بيخسر هزائم كبيرة، الفريق مستواه متذبذب بدءا من حرس المرمى لحد خط الهجوم. It's a good question. هذا سؤال جيد. أعتقد أن الأمر لا يتعلق بالنتائج فقط والمستويات، ولكن العقلية الخاصة باللاعبين كبير، العقلية الخاصة باللاعبين كبيرة ومهمة في كرة القدم. حينما تحقق بطولة كبيرة كدوري أبطال أوروبا، يحتاج أن هذا الأمر أن يجعل من اللاعبين مرتاحين في الموسم القادم، مما يؤدي إلى ثقة كبيرة في كل المواقف التي يتعرض لها اللاعبون. ولكن إذا تكلمنا عن تشامبيونز ليج أو دوري الأبطال كمثال، اللاعبون ليسوا مؤهلون على أعلى درجة للاستمرارية في مثل هذه البطولات. اللاعبون استيقظوا على مستويات كبيرة للفرق الأخرى. ربما الفريق يحتاج إلى مدير فريق، إلى حارس مرمى آخر مع ميندي. أعتقد أن هذا العام كان استثنائيا. يجب على الفريق أن ينهض. اللاعبون يجب عليهم أن يكونوا أكثر احترافية. أود أن أقول أن هذا جزءا هاما، جزءا كبيرا جدا جدا يقع على عاتق اللاعبين للاستمرار في بطولة كدور الأبطال. فهذا الأمر ذهني في المقام الأول. يجب أن يكون لديهم نفس النهم ونفس الرغبة لحصد البطولات. اللاعبون استيقظوا على كونهم أبطال، ولكن الأمر مهم جدا أن يستمروا على هذا النسق. طيب، سؤالي الأخير
مرتبط برضو بتشيلسي، الكلام على ترشيح جراهام بوتر المدير الفني لفريق برايتون، هل انت مع او ضد؟ هل شايفه الرجل المناسب للمرحله دي ولا لا؟ ومن وجهه نظرك هل الموسم ده او على الاقل في مسابقه تشامبيونز ليج، هل شايف البدايات دي صعبت من فرص سلتك وتشيلسي في الاستمرار في البطوله والوصول للمراحل الاقصائيه ولا لا؟ أعتقد أنا ردي على سؤال خاص بالشامبيونز ليج، أعتقد أن الأمر لا زال في البداية في مرحلة المجموعات. لديك أكثر من شهر للتأهل لربع النهائي. الأمر يمكن لأي شيء أن يحدث في بطولة دوري الأبطال أوروبا، لكن أعتقد بالفعل هم يستطيعون الفوز، الأمر لا زال طويلا. وبالنسبة للمدربين، لا أعرف. نتكلم عن بوتر، نتكلم عن مدير فني كبير، ونتكلم. فدعنا نرى. أعتقد أن أيا كان المرشح لقيادة تشيلسي، يجب أن يكون مدربا مخضرما، مدربا لديه الكثير من الخبرات. سيكون هذا أفضل للمدير الفني الجديد بتشيلسي. ماجنوس هيدمان طبعا حارس سلتك وتشيلسي ومنتخب السويد السابق، سعدنا بوجودك جدا ومشاركتك معنا في السادسة، كل الشكر وكل التوفيق طبعا للكرة السودانية. أنا واحد من عشاق السلطان إبرة الحقيقة، بشوفه رأس حربة قلامة، صعب جدا أنه يتكرر على مدار التاريخ مرة تانية ومرة تانية طبعا.